بصوا حبايبي، ام ليلى ممكن تروحي لها من طريقين. لو انت في درب سعاده وبتشتري حاجات، تقدري تركبي توك توك ب 10 جنيه. انا كده كنت في درب سعاده من عند بتوع الخشب دول، خدت توك توك ب 10 جنيه. هي قالت لي اسهل طريق ليهم ياخدوا توك توك من درب سعاده وينزلوا عند بوابه المتولي، او ممكن التوك توك كمان يدخلك خطوتين اتنين بعد بوابه المتولي. ده كده جامع اسمه جامع المؤيد، بعد بوابه المتولي على طول، وبعد برجر الشماع. طبعا كلكم عارفين برجر الشماع اللي هو بيبقى تحت بوابة المتولي. هتمشي بقى خطوتين هتلاقي ايه، جامع المؤيد ده اهو. هنخش احنا بقى من الشارع اللي جنب جامع المؤيد على طول، كمان لو انت في حي الخيمية. طبعا انتوا عارفين ان بوابة المتولي قدام شارع حي الخيمية، هتدخلي وجامع المؤيد بعد بوابة المتولي، محل ام ليلى بعد الشجرتين دول على طول. انا دخلت من الشارع اللي هو جنب الجامع، جامع المؤيد ده كده وصلنا اهو. المحل مكتوب عليه الحمد لله. انتوا هتعرفوا اصلا لما تروحوا، هتعرفوا من الزحمه اللي عندها. هسيب لكم عنوانها وهسيب لكم رقم تليفونها عشان لما توصلوا تتصلوا عليها. اشرحي لنا بقى بالظبط يقولك منين بالظبط واحنا فين. بص ده العصير سهيل، ده كده بتاع العصير. ده انا قاطع على طول، ده رشه منه على طول بقى. تمام، احنا كده فين؟ العصير قبل ما تخشوا لي عشان الجو حر. تمام ماشي. بص بقى ده احلى عصير، تمام؟ تاخد شويه بس بتعملي دعايه للعصير يعني؟ مش مشكله عادي. بصوا دي كده بوابه المتولي. تمام ماشي. تمام بصوا بقى خطوتين اهي ماشي. عشان اللي بيجي يقعد يقول الوصف ازاي. ده اخر الجامع، ده هو مسجد المؤيد بعد كحيل. بالظبط كده، بعد كحيل وبعد يحيى الشمال. بصوا مسجد المؤيد بعد كحيل على طول، هتخش الشارع اللي جنب المؤيد على طول. تمام تمام، مش حته تتوه على طول. احنا هنا كده عند بوابه المتولي، وده شارع حي الخيميه اللي انا بصور لكم فيه. ماشي تمام. اللي هيجي من هنا جاي من باب الخادم من مديريه امن القاهره، نوريهم برضو من هنا. بصوا كده مديريه امن القاهره، مديريه امن القاهره قدام. هيجي كده تمام. يقف اهم حاجه يشرب عصير قبل ما يخش لي عشان بحب العصير. ودي بوابه المتولي، وده كده باترينه العصير اهي. دي كده باترينه العصير اهي. هتخشوا بقى الشارع ده، هتمشوا على طول هتلاقوا جامع المؤيد وجنبه كحيل. هتخشوا الشارع اللي جنب المؤيد، هتمشوا خطوتين هتلاقوا المحل مكتوب عليه الحمد لله، وجوه شويه الغوريه صح كده. وممكن تمام يعني ممكن يجوا لك، ممكن يجوا من درب سعاده من عند مديريه الامن. انا بشرب اتنين، عايزين عصير بالهنا والشفا. هيجوا من درب سعاده لو عايزين. بقول لكم ايه، بس اللي يجي يدفع لي حق العصير، انا مش هجيب له عصير. العصير ده بكام؟ على فكره ارخص بجد بجد والله العظيم، انا مش بهزر. ارخص من محلات يعني العصير. يعني 10 جنيه مش يعني مش اي حاجه. ب 10 جنيه ده مانجا؟ اه ده مانجا. وعندهم بسم الله ما شاء الله عندهم عصير وحاجات كتير حلوه. بصوا حاجات، هي بس عايزه تساعد الناس دي عشان لسه فاتحين جديد وبالمره تعرفوا العنوان. الشباب دي شباب جدعان جدا وعصيرهم زي الفل، حاجه نظيفه وحاجه وقتي. بصوا الحاجه نظيفه اللي بتعمله. ماشي. جايه بقى عطشانه ورايحه لام ليلى، هتيجي العصير عندك هنا من كام؟ يعني اغلبيه العصير اعتبر 10 جنيه، المانجا البرتقال الكنتالوب التمر اي حاجه ب 10 جنيه؟ يعني اعتبر 10 في حجم اكبر شويه 15. تمام. وفي برضه لو حد اهم حاجه النظافه. النظافه طبعا. وعلى فكره بصوا عنده كوبايات بلاستيك لو يعني لو بتقرف، وفي كيكاوي يعني عندك العصير من 5 جنيه. العصير يعتبر يبدا من 5 جنيه. من 5 جنيه تمام. ودي الباترينه بتاعته اهي اهي. بصوا ده اسمه اهو. وهنا كده هتخشي من عند جامع المؤيد، ده كده بوابه المتولي. احنا هنا كده عند بوابه المتولي اهي، وده كده شارع حي الخيمية. ولو هتيجي من هنا هتيجي من عند مديرية الأمن، وكمان من عند درب سعادة. يعني لو انت في درب سعادة هتركبي توك توك وهيمشي بيكي بس الشارع ده كده، وهتدخلي بالتوك توك لغاية هنا اهو. واللي بيميز الشارع برضو محل العصير ده.